اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل اللهم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل اللهم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا برحمتك شر ما قضيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك، اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم برحمتك الواسعة عمنا، واكفنا شر ما أهمنا وغمنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، وجلاء همومنا وأحزاننا، وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعله لنا نورا في حياتنا، اجعله لنا نورا بعد مماتنا، اجعله صاحبا لنا في قبورنا، اجعله شفيعا لنا في قبورنا، اجعله لنا شفيعا يوم لقاك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمن لهم فضل علينا. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، و
وزيارة مسجد نبينا عليه الصلاة والسلام. اللهم طهر المسجد الأقصى، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وقيامنا، اللهم اجعلنا مع المسلمين، اجعلنا مع القانتين، اجعلنا مع الخاشعين الذاكرين الحافظين الصائمين، احشرنا مع سيد الأولين والآخرين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا في رمضان وبعد رمضان، اللهم ثبتنا على عبادتك في رمضان وبعد رمضان، اللهم بلغنا ليلة القدر يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.